خلل أمني كبير في هذه المناطق وخلايا نائمة لحد الآن لم تعالج في تلال حمرين، وهذه المنطقة منطقة وعرة جدا وتلال ووديان وأشجار، وبالتالي لابد أن القوات الأمنية أن تغير الخطط الكلاسيكية أو الخطط العسكرية وتتجه إلى الخطط الأمنية هي من خلال الاستخبارات، من خلال الاعتماد على المواطن هناك، من خلال المسيرات، من خلال كثير من الوسائل الأخرى اللي تستطيع من خلالها تصل إلى هؤلاء وتصل إلى هذه الخلايا النائمة. الأجهزة الأمنية لابد تأخذ دور كبير لملاحقة الأوكار اللي متواجدة في بعض المناطق، لأن هذا أولاً راح ضحيتها ناس أبرياء، يعني للأسف الشديد يعني هناك قصور من القوات الأمنية، لكن هناك أسباب والمسببات هي الخرق الأمني، يعني عدم تكاتف بين السياسيين، هناك فراغ أمني يعني أصبح، لكن هناك المفروض هناك تعاون من جميع الجوانب سواء القوات الأمنية أو الدفاع أو الداخلية أو غيرها. ماكو اتفاق بديالة، الحكومة ليش ما تتشكل؟ لأن ماكو ما حد يتنازل لله، كل من يقول ديالة مالتي فديالة لسكانها جميعها. زين إذا تريد تشكل حكومة أكو أطراف تريد راح تنظلم، وإذا تشكل حكومة طرف ثاني أيضا أكو أطراف راح تتضرر مصالحها. فش راح يصير؟ راح يطلعون لك شغلة داعش وشغلة عمليات على مود الفئة المتمكنة بديالة السيطرة على الوضع بشكل كامل. حياكم الله. ديالة قلب لا ينبض بالاستقرار ولا الأمن في الأجواء ولا حكومة في الأرجاء، وأوراق التهديد جاهزة لمن أراد الاستفزاز. مصالح شخصية تجاوزت الحقوق العامة وتحولت لصراعات شديدة وثارات لا تهدأ نهارا ولا ليلا، تقاطع في الصلاحيات والاتفاق بين القطعات أسباب فتحت أبواب الأزمات أمام الخروقات وأدخلت المحافظة في دائرة النار. هل هو داعش نفسه؟ أم هي محركاته؟ هل هو عدو خارجي أم عدو داخلي؟ تكشير للأنياب أمام الأعداء والأصحاب، من دمر ملامحها؟ من حاول استغلال مواردها؟ من وقف بوجه كل مصلحة تصب في جانبها؟ من ومن ومن؟ أسئلة لن نجد لها أي إجابة، لأن ضريبتها اغتيال بدافع التصفية السياسية أو عدوان غادر للمجاميع الإرهابية أو تهجير تحت عناوين طائفية. لذلك فإن السكوت أولى في كل الأحيان. محور حديث ملفنا الأول راح يكون عن الأوضاع المتوترة في محافظة ديالة، وراح نتناقش في هذا الملف مع الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم. حياك الله. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ مخلد. بصراحة شنو اللي جاي يصير بديالة؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدين قناة الأيام. يعني حقيقة تكلمنا عن موضوع ديالة وحدود ديالة والنهايات السائبة في ديالة، ويعني الكثير من الأمور. طبوغرافية ديالة هي ليس كباقي المحافظات. عندما نتكلم عن داعش، هو أكيد داعش اليوم ليس كما كان سابقا، نتكلم عن خلايا ومجموعات تعمل وفق اللامركزية الإدارية، لا تحلم بدولة التمكين كما كان سابقا. هي لديها شحنات تأتيها من الخارج في كثير من الأحيان لإثبات الوجود وفرض الإرادة.
تنتهز الزمان والمكان وتقوم بالعمليات الاستباقية ضد في بعض الأحيان قطاعات عسكرية، في بعض الأحيان قرى مدنية. نعم. لكن الذي يتكرر لدينا هو توغلها في مناطق هي يعني ممسوكة أمنيا في كثير من الأحيان. يعني عندما نتكلم عن خان بني سعد فهي قريبة من بغداد، وهذه المناطق أكيد ممسوكة أمنيا. لماذا هذا الترحل للقوات الماسكة للأرض في هذه المناطق؟ نحن لحد هذه اللحظة لم تنتهي حربنا مع داعش. بعد 2017 انتهت المواجهة العسكرية مع داعش، تحولت إلى مواجهة أمن واستخبارات في حربنا مع داعش، وكان يجب أن تتغير الخطط من الخطط العسكرية التقليدية إلى خطط استخباراتية. ليش شدك كل على ديالة؟ وليش حضرتك قلت الشحنات خارجية؟ ليش مو شحنات داخلية من داخل المحافظة؟ يعني نحن نتكلم عن الحركات وعمليات العصابات داعش. يعني إذا ما أردنا نتكلم عن الشحنات الداخلية، أي بما معناته أن داعش هو مرتبط بالجهات التي هي تتصارع فيما بينها، وبالتالي تقوم هذه الجهات بتحريك هذه العناصر. يعني سوف ندخل في متاهات كبيرة، وإذا ما تحقق هذا على أرض الواقع فإن العملية السياسية برمتها في العراق مهددة، لأننا نتكلم عن أعتى تنظيم إرهابي تديره جهات سياسية. هو منه داعش؟ هو خلايا نائمة؟ هو داعش ترى مو أجنبي صاد مخلد، خاصة في هذه المناطق. في كثير من داعش هم من الفئة الضالة لهذه المناطق، يعني هم اللي جايين يديرون هذه العمليات الإرهابية. ليس بالضرورة. سؤالي لك، إيش قد ممكن أن يتأثر عناصر داعش الداخلين في محافظة ديالى بقرارات سياسية داخلية من داخل العراق؟ يعني هنالك فرضيتان في هذا الموضوع. يعني فرضية، إذا كانت داعش هي تتبع لما يحصل في ديالة من صراعات سياسية وهذه أدوات، إذن علينا أن لا نوصف هذه العناصر بداعش. هذه عصابات ممولة من جهات تتبع لجهات سياسية، وبالتالي تقوم بهكذا عمليات لغرض إرباك الوضع الأمني في ديالة. هذه فرضية. والفرضية الأخرى أن داعش هو تنظيم داعش الذي نعرفه، والذي ما يحاول دائماً بين فينة وأخرى إثبات وجوده بانتهاز فرصة زمان ومكان لتنفيذ عمليات ضد قطاعاتنا الأمنية لإثبات الوجود. متى ينتهز هذه الفرصة؟ أكيد ينتهزها ضمن الصراعات السياسية. حضرتك ذكرت فرضيتين، ليش ما ضفت لها الثالثة؟ أنه مو داعش وراء هذه العمليات، هي مجرد تصفية من جهات سياسية. أنا قلت ساعة بحجة التهجير، أنا قلت ساعة بحجة التصفية. أنا قلت بالفرضية الأولى، يعني ممكن أن تكون هذه عصابات ليس داعش، وهذه عصابات تحركها أدوات داخلية مرتبطة بالطبقة السياسية، وبالتالي عندما تريد أن تربك الوضع الأمني أو السياسي في ديالة بسبب عدم حصولها على مغانم، على مكاسب، على استحقاقات فرضا، تحرك هذه الأدوات وتربك. لكن أنا أتكلم عن خان بني سعد مثلا، يعني كيف استطاعت هذه المجموعات، إذا هي كانت داعش مثلا، كيف استطاعت أن تخترق هذه المنطقة؟ بالرغم من أن خان بني سعد هي أيضا منطقة مفتوحة امتداد لديالة، فيها أيضا البساتين. لعد ليش حضرتك جاي يشوف أكو صعوبة باختراق خان بني سعد؟ يعني لأننا نتكلم عن حدود بغداد، يعني حدود بغداد القريبة، فبالتالي يجب أن تكون هذه الحدود مؤمنة بالقوات الماسكة الأرض. عندما نتكلم عن صلاح الدين وديالة، ونتكلم عن وادي الشاي وزغيتون ومطيبيجة وجلام، ونتكلم عن حوض حمرين، ونتكلم هذه مناطق شاسعة في كثير من الأحيان يصعب على القوات الأمنية الدخول إليها كراجلة ومجولقة ومسرفة. إذا أردنا نتكلم عن ديالة أو خان بني سعد، فإننا نتكلم عن مناطق أصبحت اليوم يجب أن تكون مستقرة، يعني يجب أن تكون لدينا قوة ماسكة. أنت كخبير أمني إلى ماذا تعزو هذا الخلل؟ أنا يعني في البدء أنا يعني أعزو إلى أن هنالك خللا أمنيا في البدء، هذا يعني خللا أمنيا من القوات الماسكة للأرض. قد يكون ترهل، قد يكون قوات ماسكة الأرض مضى عليها فترة طويلة وبالتالي ترهلت في هذه المنطقة. حقيقة نحن حربنا مع داعش لم ينتهي، فبالتالي دائما نحتاج تجديد الدماء، تجديد القوات الماسكة للأرض. اليوم يجب أن لا نتعامل مع داعش وكأنما شيء هو يعني نستطيع أن نقتنصه في أي وقت، لأننا في كثير من العمليات هو يقتنص الثكنات العسكرية، يقتنص القرى المدنية، يقتنص الكثير من
فأين دور القوات العسكرية؟ ما هي الاستراتيجيات وما هي الخطط العسكرية التي عدت منذ عام 2017 واليومنا هذا في موضوع ملاحقة عصابات داعش؟ نحن نعرف اليوم داعش ليس كما كان سابقا، لكن البقايا تتحرك وفق عمليات كروفر، وفق نظرية الذئاب المنفردة. ما هي الخطط الذي أنا كجهاز أمني أضعها على الأرض وبالتالي أنصب الكمائن لغرض اقتناص هذه العناصر؟ خلي نكون واقعيين، نعم. هسه محافظة ديالة ما يقدرون يعرفون الشخص الغريب اللي داخل، من ينفذ العمليات هو من أهل ديالة، تتفق في هذه النقطة لو ما تتفق؟ يعني في كثير من الأحيان أنا زرت هذه المناطق حقيقة، أي. المناطق شاسعة، يعني إذا ما دخل شخص يعني وأراد أن يخترق في وقت من الأوقات كان يكون ليلا، يعني لن يجد أمامه شخص يستطيع أن يوقفه. لكن من يدخل أكيد راح يدخل في وقت لازم يشخص به، من اللي آوي، من اللي ينطي، يعني يعني من اللي ينطي إمدادات. نحن دائما ما كنا نتكلم أن داعش بعد 2017 ذابت وأبدلت جلدها، الجلد العسكري الذي كانت تقاتل به أبدلته بجلد مدني، كان يكون يعني مزارع، كان يكون في قرية، كان يكون رعاة غنم، كان يكون يعني هذا الجلد الذي أبدلوه وهي خلايا نائمة. هذه الخلايا النائمة عندما تأتي إليها شحنات فأكيد هذه الخلايا تنشط، فبالتالي ممكن أن يحصل على المواد الغذائية على اعتبار أنه هو مواطن، يعني ممكن أن يأتي إلى أي محل ويتسوق منه ويذهب. لكن الجهاز الأمني عشائرية في ديالة يعرفون هذا ابن من وهذا ابن عم منه ويعرفون كل زين، لا تخفى عليهم خافية. يعني في كثير من الأحيان اليوم يعني هل يعني أي مواطن عراقي ممكن إذا يذهب إلى قرية يعني هل أهل القرية يمنعوه من الدخول إلى القرية؟ ما يمنعوا لكن يشخصوا بالقليل، ومن هو لا يعلم أنه هو هذا يأتي لغرض ينفذ عمليات، هم يأتونه أما فجرا أو صباحا يعني أو عند الضياء الأول أو يأتون ليلا. فبالتالي هذه المنطقة حقيقة أنا أراها أنها بعد الضياء الأخير يعني تفقد سيطرتها يعني حقيقة على من يدخل ويخرج، وهذا هنا يأتي دور القوات الأمنية كيف تستطيع أن تبسط سيطرتها، لأننا في وقت من الأوقات القوات الماسكة الأرض يجب أن يكون لديها انذار مبكر، يسمى الانذار المبكر يكون صباحي انذار مبكر مع الضياء الأول وانذار مسائي، وبهذه الأحداث يعني يجب أن يكون هنالك وعي وإدراك ونشاط للقوات الماسكة الأرض لكي يستطيع أن يعني يواجه هكذا عمليات. بصراحة تشوف في هذه العملية أكو بعد طائفي أو نفس طائفي؟ يعني حقيقة أنا لا أرى أن هذا الموضوع هو يدخل في صميم هذا الموضوع الطائفي. يعني اليوم هو داعش إذا كان هو بصفته فهو قتل سني وشيعي فهو مو داعش، ماذا تحدث عن داعش؟ نعم داعش مجرم معروف، نعم وواضح. فإذا كان غير داعشي أنا أستطيع أن أوصف الغير داعشي والذي يقوم بهذه العمليات شتى أنواع الأوصاف، ممكن أن يكون يتبع للجهة السياسية، ممكن أن يكون جماعات مسلحة، ممكن أن يكون صراع ما بين الأحزاب لغرض السطو على مكان معين. الجهة السياسية ممكن يختلفون بيناتهم الجهات السياسية تكثر العمليات الإرهابية في المنطقة، شنو هذا الرابط؟ إذا وصلنا إلى هذا لا إحنا واصلين لها، يعني إذا وصلنا إلى هذه القناعة، إذا وصلنا إلى هذه القناعة حقيقة وأن من يقوم بهذه العمليات هو ليس داعش وإنما بمسمى داعش، لكن هي مجموعات يعني إرهابية تقوم بهذه الأعمال، فهذه كارثة على الجهاز الأمني، لأن هؤلاء أكيد هم ضمن المناطق وضمن التنظيمات وضمن الأحزاب التي هي معروفة في المحافظة. هذه فرضية حضرتك، لكن أكو فرضية داعش يستغل نقاط الضعف جراء الخلافات السياسية وبالتالي يقوم بعمليات. هذه الفرضية قلناها أن أما أن يكون داعش فهو يستغل زمان ومكان وينتهز فرصة معينة، كان يكون خلاف سياسي، كان يكون يعني ضعف في تنفيذ إداء معين، كان يكون يعني تردي في أجواء جوية، يعني ممكن يستغلها داعش وينفذ عمليات. عمليات الاغتيال الأخيرة اللي صارت في خان بني سعد ربما هو اغتيال بهدف تصفية سياسية من جهات معينة؟ يعني حقيقة يعني هو عندما نفذ على يعني أشخاص عسكريين،
بالتالي العسكري في كثير من الأحيان يعني ممكن هنالك نسبة معينة تتبع لجهات سياسية، لكن العسكري اليوم الذي يمسك قطعة عسكرية وثكنة عسكرية هو يعني حقيقة لا أتوقع أنه يذهب بهذا يعني نذهب بهذا الاتجاه أنه يتبع لجهة سياسية أو جهة حزبية. فبالتالي العملية هو لإرباك الوضع، يعني أنا يعني حقيقة أذهب مع فرضية أن تكون هنالك يعني مجموعات ليس تابعة لأحزاب في هذه في هذا التنفيذ يعني. طيب. هذه فعلا يعني نوايا وأفعال يعني تلصق بداعش، لأنه هو داعش يريد أن يحاول. هو داعش هم صار شماعة تصفية سياسية نقول داعش، عملية إرهابية نقول داعش، عملية تهجير نقول داعش، خلل سياسي في المحافظة يستغلوا الدواعش نقول والله هذا كله من وراء داعش. داعش ليش الخلافات السياسية في محافظة ديالى ما انحلت؟ ما تنحل لأن هذه يعني طبيعة الخارطة السياسية حقيقة سيد فرح، عندما بنيت بنيت وفق هذه الرؤية، رؤية هذه المحافظة لي وهذه القرية لي وهذه لهذا الحزب ولذلك الحزب، هذا البعد لم نستطيع أن نبلوره بفكر حقيقي لبناء بلد حقيقي، فلذلك لن نستطيع لحد هذه اللحظة أن نتجاوز هذا المربع. ليش ديالى ما بها حكومة محلية حتى الآن؟ بسبب الصراعات، القيادة الأمنية مشتتة بسبب الصراعات. هو هذا كل ما يحصل من صراع سياسي يؤثر على الوضع الأمني في ديالى بالمجمل، وديالى منطقة مهمة تحيط بها أربع محافظات، وبالتالي ديالى حساسة جدا، ترتبط فيها حدود وترتبط وفيها مسارات. نعم. غير يعني غير ممسوكة أمنيا في كثير من الأحيان، هي نهاياتها سائبة. لحد هذه اللحظة لم يعمل طوق كامل لديالة كحدود ديالة ويتم التنسيق، وديالة طبعا فيها أكثر من قرار أمني، وهذا وأكثر من قرار أمني بما معناته أن هنالك خللا واقعا على أرض ديالة. اسمح لي أن أرحب برئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، حياك الله سيادة اللواء. سيادة اللواء ممكن تخلي أهلا وسهلا بحضرتك، ممكن أن تضعنا في صورة آخر التطورات الأمنية في ديالة، لا سيما بعد الخروقات الأخيرة واستشهاد عدد من أبطال قواتنا الأمنية، شنو السبب؟ هل بالفعل بسبب تزايد القرارات الأمنية وحدة الخلافات بالمحافظة؟ لو شنو بالضبط؟ اولا شكرا لكم وتحيه لقناه الايام ولضيفك الكريم على هذه الاستضافه. حياك الله. اللي صار هو انه لدينا معلومه توفرت استخباريه، هذه المعلومه تفيد بانه مفرزه ارهابيه متواجده في بساتين او منطقه العير، وهذه المنطقه هي معقده جغرافيا، فيها كثافه زراعيه عاليه جدا، وايضا هذه المنطقه فيها بذور، و المنطقة لا يمكن للمشاة والمشاة العادي أن يتواجد فيها. لذلك بعد أن توفرت لدينا المعلومة كان هناك قرار بمهاجمة هذه المنطقة، وتم اتخاذ القرار من قبل قيادة عمليات الديالة في الساعة 5 صباحا من الجمعة، وتم قتل رئيس المفرزة اللي هو الإرهابي المدعوم صدام حسون للجمعي المكنى أبو الحارث، وكذلك الإرهابي الانتحاري اللي كان يقوم أو يحاول أن يقوم بعملية انتحارية في ذلك اليوم. طبعا هذا الجهد الاستخباري والأمني وسرعة رد الفعل لقواتنا الأمنية استطاعت أن توقف عملية إرهابية كبرى في هذه المنطقة. في اليوم الثاني كان هناك عمل لقيادة عمليات ديالة في تمشيط هذه المنطقة، وأثناء عملية التمشيط كان هناك اشتباك مع المجاميع الإرهابية، وللأسف خلال هذه الاشتباك استشهد عندنا عدد من المقاتلين وكذلك جرح، بالإضافة إلى قتل عدد آخر أيضا من الإرهابيين. طبعا بعد ذلك اليوم العملية انتهت قبل في الساعة 4 عصرا، والعملية حققت أهدافها، تدمير المضافة، قتل فيها الاستيلاء على معلومات ومعدات لوجستية، وفتح نقاط سيطرة ومواسم في تلك المناطق اللي كانت معقدة وكانت تحتوي على مفرزة إرهابية. طبعا هذا يعتبر نجاح للقوات الأمنية في محاربتها ومقارعتها للإرهاب، وأيضا اليوم كان هناك نجاح إلى قواتنا الأمنية من الأشاي في قرى هنجير، عندما تمكنوا بالاشتباك مع أيضا مجموعة إرهابية داعشية وقتل اثنين واستشهد أحد مقاتلي الأشاي. هذا يعتبر الحقيقة نصر كبير في وصولنا إلى طيب.
الإرهابيين في مناطقهم وإيقافهم ومنعهم من القيام نعم. بأي عمل إرهابي. نعم. طيب، وفود أمنية رفيعة المستوى زارت محافظة ديالى، شنو كانت أبرز مخرجات كل الاجتماعات التي قامت بها هذه الوفود؟ يعني أكيد السيد رئيس أركان الجيش المحترم وسيد نائب قائد العمليات المشتركة المحترم ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية كان اليوم متواجدين فيها. طبعا العملية انتهت والعملية تحتاج إلى عملية تحديث وإعادة توزيع وانتشار القطاعات للإطمئنان على الوضع الأمني في ديالى. ديالى مستقرة آمنة، لدينا إمكانيات وقدرات وقوات أمنية قادرة على مسك والتعامل مع كل التحديات، وانتشارنا وانتصاراتنا وضرباتنا الجوية الماحقة اللي حققناها سواء في العظيم أو في حوض تبرين أو في تلال حمرين أو حتى الآن اللي هي في العرب، ما هي إلا انتصارات رائعة جدا ضد التنظيمات الإرهابية. ولذلك وجود هذه الوفود، وجود هذه القيادات الأمنية هو للاستمرار بالعمل والإشراف والمتابعة وكذلك التحليل لما حدث. طيب، أكو تعدد للقرار الأمني في محافظة ديالى سيادة اللواء؟ يعني أولا دعني أوضح لك بصورة واضحة جدا بأنه القوات الأمنية أو القيادات الأمنية تتعامل مع الوضع الأمني ومن خلال وحدة القرار ووحدة السيطرة، ولذلك تعمل قيادة عمليات ديالى بالتعاون مع كل القوات الأمنية كفريق عمل واحد، وهناك عمل وهناك رؤية وهناك تنسيق عالي فيما بين القطاعات الأمنية، والدليل على ذلك هو وحدة القرار الأمني في مجال مكافحة ومتابعة الإرهاب وحركة القطاعات وأيضا الرجوع إلى المراجع الرئيسية. نعم، شكرا جزيلا رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا أستاذ مخلد، اليوم الأوضاع جيدة في محافظة ديالى كما تفضل سيادة اللواء، نصر أمني ينسب إلى القوات الأمنية بتحطيم مفرزة داعش وإلقاء القبض على القائد وبالتالي قتله المكنى بأبو الحارث، هذه بالفعل نقاط قوة لو نقاط ضعف، لأن اليوم الشارع العراقي منشق حول هاي النقطتين. لا نبخس حق القوات الأمنية في ملاحقة عناصر داعش، لكننا نتكلم في الواقع الأمني الاستخباراتي. أنا لا يمكن أن أضع نفسي في موضع الدفاع وبالتالي أتعرض إلى هجمات ومن ثم أنا أقوم بعملية الهجوم فيما بعد وأبدأ بعمليات التمشيط. لماذا أنا أضع نفسي في عملية الدفاع؟ في العرف الأمني والعسكري دائما القوات تكون في موضع الهجوم، خصوصا مع عصابات مثل عصابات داعش. نعم، اليوم ممكن بعد هذه العملية وبعد تنفيذه وبعد استشهاد عندنا أكثر من منتسب، لأننا نحن أعطينا ثغرة على أنفسنا واستطاع هذا المقاتل العنصر أن يصيب مقاتلينا. بعدها أكيد القوات الأمنية سوف تبدأ بعمليات الانتشار والمسح والملاحقة. حتى أفهم المشكلة الحقيقية والخطر الحقيقي وفي محافظة ديالى داخل محافظة ديالى لو بالشريط الحدودي مع كركوك وصلاح الدين. يعني هذه المنطقة مهمة جدا، يعني حدود إقليم كردستان ومع مع كركوك، هذه منطقة شاسعة، هي وديان وحمر، يعني فيها حوض حمرين، هذه تعتبر ملاذات آمنة لبقايا عناصر داعش. لحد هذه اللحظة حقيقة لم تمسك أمنيا. حاولت القطاعات العسكرية بالتنسيق مع إقليم كردستان بإنشاء لواءين وثم مسك هذه الأرض، لكن لحد هذه اللحظة لم ينفذ بسبب عدم استكمال الدعم اللوجستي لهذه الألوية لمسك هذه الأرض. وهنالك أيضا يعني ما بين الاتحادية وما بين إقليم كردستان عدم تطابق في الرؤى، من يحكم من في هذه المنطقة؟ يعني رجعنا لنفس الخلافات ونفس نعم. مصادرها. فهذه المنطقة هو يعتبر منفذ للدخول إلى باقي المحافظات، فبالتالي عناصر داعش لديها خبرة ودراية في هذه المنطقة لأنها في فترة من الفترات استوطنت في هذه المنطقة، فأكيد يتبعون الطرق النيسمية. القوات الأمنية أيضا صارت لها خبرة وباع طويل في معرفة هذه الطرق. أستاذ مخلد، أستاذ فرح، نحن القوات الأمنية دائما ما تواجه صعوبة في معارك الجبلية وتواجه صعوبة في معارك التي تكون فيها خواص الرخوة كالبزول والوديان والبساتين. اليوم مواجهة الجيوش النظامية للمجموعات المسلحة الحروب فيها صعبة جدا. بس احنا جيش مو نظامي في هذه المعارك.
لا، الجيش العراقي جيش نظامي. في هذه المعارك ما قاتلنا بطريقة الجيش النظامي في هذه المعارك. أي معركة قصدك؟ في معاركنا مع داعش أغلب المعارك في هذه المناطق الوعرة ما قاتلنا بجيش نظامي. لا لا، الجيش العراقي طالما أنه جيش يعني متكامل هو جيش نظامي، فبالتالي المقابل أنا بدي أتحدث عن الجيش، طريقة التعاطي للجيش العراقي في هذه المناطق، يعني ممكن في الخطط، ممكن في الاستراتيجيات، ممكن في يعني دراسة المنطقة بصورة كاملة. يعني حقيقة تصريح اللواء تحسين هو تصريح رجل مسؤول، فبالتالي يكون تصريحه بهذه الصورة، يجب أن يكون بهذه الصورة. لكن نحن كمتابعين، المواطن كمتابع أيضا يرى أن هنالك يجب أن تكون حلول. هذه الحلول لحد هذه اللحظة طبعا نحن نتكلم منذ سنين بأن هذه المنطقة التي هي تكلمنا عنها، صلاح الدين، كركوك، ديالة، يجب أن تطوق بأطواق نارية وأن تكون هنالك جهد ساند جوي لهذه المحافظة. تتوقع أن تعاد هذه الأحداث المأساوية في محافظة ديالة لو القوات الأمنية راح تضع حد لهذه الهجمة؟ يعني نحن نتكلم يعني اليوم أصبح هنالك يعني حذر وانتباه للقوات الأمنية هنالك اليوم. هي بعد كل عملية يكون حذر. نعم. بعد فترة من الزمن سيكون هنالك ترهل، هذا ما تعودنا عليه، وبالتالي داعش وبقايا داعش والذين يقومون بهذه العمليات أصبحت لديهم دراية بهذا الموضوع، أنه اليوم هم سوف يتخفون، وبالتالي بعد فترة نرى أنه يبدأ يستطلع وينتهي الزمان ومكان وفرصة معينة لتنفيذ هدف آخر على جهة أخرى. نعم، شكرا جزيلا الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم، نورتنا في حصاد اليوم لك. وحياك الله على كل ما تفضلت به من هذه التفاصيل. ملفنا الثاني راح يكون عن مشاريع الطرق والجسور في بغداد أمام استفهامات الإنجاز والانتقاد، ورح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. تخسفات أسفل مجسر الشالشية يتداولها مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي تظهر حجم التخسف في المقرنص الذي لم يتجاوز على إنجازه أكثر من شهر. طبعا هاي كلها خسفت، هذا كله خاصف 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 نازل باوع، هذا كله خاصف باوع، شوف هذا كله خسف. ليش؟ هذا بسبب الاستعجال. أما مجسر قرطبة الذي كلف الدولة أكثر من 40 مليار دولار أغلق أكثر من مرة بسبب أعمال الصيانة، مما أثار تساؤلات المواطنين حول متانة البناء من قبل الشركة الأوكرانية المنفذة للمشروع التي اعتمدت على السرعة في العمل بعيدا عن الرصانة حسب ما يراه مواطنون. يعني العتب إحنا على الشركة اللي سوته، على المهندس اللي وقف عليه، عتبنا على الدولة. يعني الناس قامت تتخوف من هاي الجسور، جسر مارتين انسد عمره 4 أشهر. زين عتبنا على الحكومة، الحكومة لازم تطلع متابعة، حد يشوف هاي الجسور ازاي يصير بيها، الشركة اللي اشتغلتها ليش هيجي، الخلل وين؟ ماكو متابعة، حد متابعة ماكو، لا على الجسور لا على المهندس لا على الشركة اللي اشتغلتها. سرعة الانجاز قد يترتب عليها نوع من السلبيات اللي قد تظهر آثارها في وقت لاحق، ومن هذه الآثار ربما تسريب المياه، تسرب المياه، ربما تصدع الفواصل ما بين المجسرات، ما بين الصبات الكونكريتية، وهكذا هناك نوع من أنواع السلبيات العمارية المعمارية التي قد تظهر على هذه المجسرات نتيجة سرعة الإنجاز. مختصون هذه الحادثة يجب أن تسلطوا الضوء على أهمية المحاسبة في تنفيذ المشاريع والتحقيق بدقة في أسباب الإغلاقات المتكررة، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون البنية التحتية في بغداد والمحافظات آمنة ومتينة تلبي احتياجات السكان دون أي تلكؤ. أمانة العاصمة أو محافظة بغداد أو وزارة الإعمار والإسكان المفروض تكون لها مراقبة على المهندسين، على المواد المستخدمة من أجل بناء هذه المجسرات، بحيث تكون فترة الصيانة أقل شيء 10 سنين 20 سنة وليس 4 أشهر. فنطلب عن طريق قناتكم إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء على كل مشروع يحدث في بغداد أو في المحافظات يجب أن تكون مراقبة هندسية.
لا يتجاوز عمره 4 أشهر. خلال هذه الفترة الزمنية أغلق مجسر قرطبة مرتين لأغراض الصيانة، مما أثار تساؤلات العراقيين حول جودة المواد المستخدمة بالمجسر. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان الأستاذ استبرق العبيدي، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير في الطرق والجسور الأستاذ عدنان مظلوم، حياك. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ استبرق بتخويل مجلس الوزراء اليوم وزارة الإعمار باختيار أسلوب التعاقد بشأن الطريق الحلقي الرابع، شنو تفاصيل هذا المشروع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على تحت هذه الفرصة، أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدين قناتكم الموقرة بكل خير. فيما يخص طريق الحلقي الرابع، هو أحد الطرق التنموية والمشاريع التنموية التي يخطط لها، وهو الطريق الحلقي الرابع الذي يحيط بالعاصمة بغداد. نعم. الهدف بالحقيقة، طول هذا الطريق هو 96 كيلومتر، يتخلل العديد من الفعاليات التجارية والإدارية ومناطق للتبادل التجاري. الهدف الرئيسي الذي يتم إنشاء هذا الطريق هو تخفيف الزخم المروري على العاصمة بغداد من خلال انتقال السير من الشمال إلى الجنوب وبالعكس خارج حدود أو خارج، يعني بدون ما تدخل داخل محافظة. نعم. بغداد اليوم بالحقيقة وزارة الإعمار والإسكان عازمة على إنجاز التزاماتها ضمن البرنامج الحكومي الحالي، وهذا يقع أو ضمن أحد أهم التزاماتها في البرنامج الحكومي الحالي. طيب، سؤال لحضرتك، هذا راح يخفف من الازدحامات؟ طبعا بكل تأكيد، يعني احنا اليوم من الحركة المرورية تنتقل من المناطق أو المحافظات الشمالية باتجاه الجنوب وبكافة الأطراف وبكافة الجوانب، خلينا نقول دون المرور بالعاصمة بغداد، طبعا بكل تأكيد راح يكون له دور. طيب. أساسي في تخفيف الحمل المروري داخل العاصمة. أنت شنو رأي حضرتك أستاذ عدنان؟ طبعا أول مرة أسلم عليكم وعلى مشاهدكم وعلى ضيف الحقيقة، أنا أول مرة أشوفه، يعني الجو شفته بس ما توقعته متحدث لأنه كان غير واحد. نعم. الطريق الحلقي رقم 1 هو أهم مشروع ينقذ بغداد. ينقذ بغداد؟ نعم، ينقذ بغداد. الطريق الحلقي الرابع يعني بالضبط مثل الطريق الحلقي اللي بأربيل، ال 120 اللي كامل 120 وال 150 هسه دينفذوا. فطريق الحلقي هذا راح يحول كل السير اللي للمحافظات حول بغداد، ولا تدخل اي سياره داخل بغداد، اضافه الى كثير من المقترحات، خاصه انا قدمت مقترحات كثيره عليه على الطريق الحلقي، ممكن كل النشاط التجاري والصناعي يتحول عليه اللي من داخل بغداد. زين. نعم. استاذ السبرق، المواطن اليوم يشتكي، يقول لك فتحتوا جسر قرطبه وبعد 4 أشهر اكو بيه اعمال صيانه. تخسفات كثيرة حسب ما تناقلت فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في مجسر الشالجية، تخسفات بالأرض. اليوم المواطن منفعل وعصبي وجاي يلوم عليكم ويلوم على الحكومة، شنو صحة هذا الفيديو؟ المواطن طبعا من حقه بكل تأكيد أن ينطي رأيه، والوزارة بصراحة تتلقى هذه الآراء بصدر رحب، لكن بصراحة اللي نأمله من المواطن أيضا أن يستمع للمعلومة الصحيحة أو الدقيقة والفنية. زين. اللغط بصراحة اللي صار أو الآراء اللي صارت بخصوص مجسر قرطبة، إغلاقه لمدة مرتين، أغلق للمرة الأولى بسبب تعديل انسيابية الشارع أو تماشيا مع انسيابية الشارع، هذا أولا. ثانيا، ما تم إغلاقه خلال الفترة القليلة القادمة هو بسبب المناسيب، كان هنالك فرق بالمنسوب ما بين منسوب الشارع اللي هو بمقتربات المجسر على الضفتين جانبين، فيما بين منسوب الشارع ومنسوب المجسر، كل ما هنالك الى انه لجنه الاستلام الاولي من طلعت استلمت المشروع وجدت انه فرق بين منسوب الشارع ومنسوب المجسر، وكل ما هنالك لانه تم اعاده تبليط او رفع المنسوب بمقدار لا يتجاوز ال 20 متر من كلا الجانبين، هذا كل ما هنالك. بس هذه الشركات الرصينه هاي مصير استاذ استبرق. ستي، احنا بالحقيقه احنا من نحيل المشروع بكل تاكيد، يعني هو هسه هو المجسر، يعرف استاذ عدنان هو استاذنا وخبير في طرق الجسور، مشاريع الطرق والجسور هي حالها حال أي مشاريع، سواء كانت مدرسة أو كانت مستشفى، المشروع عندما يكمل يصار إلى أن يتم استلامه، استلام أولي من قبل لجنة فنية مختصة من الدائرة المختصة اللي تعتبر رب العمل، وبالتالي لا ضير أن تكون هنالك ملاحظة أو بأخرى. لكن للأسف بصراحة اليوم بعض الوكالات أو بعض خلينا نقول المواقع على الإنترنت دا تفتعل أنه دا تنقل هذه الجزئية
بطريقة تشوه هذا الإنجاز الكبير. يعني هسه احنا عرفنا الإنجازات اللي صارت خلال الحكومة الحالية، وبالتحديد بصراحة اليوم وزارة العمارة والإسكان ترى مثقلة. يعني احنا كوزارة، ثاني ما دافع عن الوزارة كون المتحدث الرسمي مالتها، لكن اليوم احنا نتحمل بحدود أكثر من 31% من البرنامج الحكومي، من البرنامج الحكومي، وهذا مثبت بالأرقام، ونتحمل أكثر من 21% من مجموع البرنامج الحكومي والمحافظات. وبالتالي هذا يضيف علينا عبء كبير. اليوم الوزارة تنفذ هذه المشاريع. مربما هذا خلاكم مستعجلين. لا لا أبداً. تقدمون جودة، وأنا أنقل لك رأي الشارع. لا لا أبداً طبعاً. وإحنا بوزارة، يعني وأنا أتحدث لك ونيابة عن الوزارة، إحنا نتقبل هذه الآراء على بصدر رحب. كل ما هنالك ما أثيره، وبصراحة أنا نسف من بعض المواقع أن ما تنقل المعلومة الدقيقة، والمواطن أيضا من حقه. المواطن اليوم هو يريد خدمة على أكفأ وجه، وهذا بصراحة ما تعمل عليه وزارة الإعمار والإسكان. طيب. اليوم لدينا استشاري دولي يعمل معنا في مجال هذه المجسرات، ولدينا دوائر مهندس مقيم من مهندسين أكفاء في دائرة الطرق والجسور. كل ما هنالك إلى أنه كان هنالك الإغلاق لساعات لغرض تعديل المنسوب المجسر مع منسوب الشارع بمقدار لا يتعدى 20 متر من الجانبين. أستاذ عدنان، شفت في تقرير زميلنا شيبان سامي طلع لك فيديو لمجسر الشالشية، وجود تخسفات كبيرة جدا والمقرنص ما مركبي بشكل صحيح، هذا ما تداول الفيديو، شنو رأي حضرتك فيه؟ والله هو حسب ما طلع بالتلفزيون، ولا أنا حتى مجسر الشالشية ما شايفه زين. واللي طلع هو مقرنص، المقرنص مو بالشارع، المقرنص بالكتف زين. فهذا يعني اذا هو اذا هذا الكلام صحيح فهو سوء تنفيذ، يعني ما له علاقه الكتف، لا تمر عليه سياره ولا عليه اثقال زي. فهذا هو للمشات، يعني معناته سوء تنفيذ أو خدمات موجوده او صار خلل بالخدمات مثلا بورمين. لكن الشارع حسب ما شفناه بالفيديو المقرنص ما يصير بالشارع، هذا المقرنص الرصيف. نعم. الرصيف كله متخسف. إيه، فمعناته أكو خلل بالتنفيذ، أكو خلل ما نعرف إحنا شنو السبب. زين أستاذ، شنو هذا الخلل؟ ستي إحنا بعض المشاريع بصراحة تعرضت للتخريب، وهذا ما نوهنا عليه خلال المدة القليلة الماضية، ونوه عليه معالي السيد الوزير بشكل رسمي من خلال عدة لقاءات مع عدد من الفضائيات. بصراحة أبان افتتاح هذه المشاريع تعرضت أكثر من مشروع عندنا للتخريب، فيما يخص جهة الرستمي أيضا تعرض للمقرنص إلى التخريب. عندنا مجسر الشالشية للأسف تعرض إلى عدد من التخريب، يعني عندنا بعض الأعمدة للإنارة اللي هي موجودة تحت الجسر تعرضت للتخريب والتكسير، وأصير طبعا وتم أمر أو توجيه الشركات المنفذة لغرض إعادة الأرصفة في بعض هذه المشاريع، إضافة إلى إعادة الأعمدة فيما يخص مجسر الشالشية. والتخسفات هذه اللي بالرصيف شنو سببها؟ تخسفات بالرصيف؟ أي بلي بالمقرنص في تخسفات كلش قوية، كما في تقرير زميلنا شيبان سامي اللي جابه من أحد مواقع التواصل الاجتماعي في مجسر الشالشية، يعني بلي بالتحديد بلي. هذا جابه من موقع، هذا إلا واحد يتأكد، ما أعتقد يعني أنا اللي لو صدق هذا أنا أسمع رأيي لو صدق إيه. يعني إحنا بكل تأكيد ست إحنا أي ملاحظة أنا ذكرت لحضرتك، هي هذه المشاريع تعمل حالها حال باقي المشاريع. نعم. يعرف أستاذ عدنان. نعم. أي ملاحظة تكون من لجنة الاستلام الأولي إن كان هذا السبب هو سبب الشركة، فبكل تأكيد هذه مسؤولية الشركة لإعادة سوء التنفيذ، سواء كانت في يعني من أجل معالجة الملاحظات اللي تطرأ في المشروع المعين، سواء كان بالمقرنص أو إعادة الإنارة أو أي عملية تخريبية قد تحدث للمشروع يعني أو أي مشروع. حضرتك يعني قلت نحن لدينا صدر رحب لسماع كل الأفكار. نعم. فاسمح لي أن أضغط عليك قليلا ببعض الأسئلة وأنقل لك أسئلة الشارع العراقي. يقولون الشركات اللي متعاونين ويها شركات غير رصينة مستعجلين أنتم في هذا، لكن هذا الإنجاز ربما يكون من كرتون ما حقيقي، لأنه المواطن اليوم بدأ ينتقد هذه ليش هيجي الرصيف، ليش هيجي عم التنور، ليش هيجي، فش ترد على مثل هكذا انتقادات؟ لا طبعا احنا السرعة يعرف استاذ عدنان يعني هو ايضا كان مدير عام لطرق الجسور لفترة سابقة. نعم. وهو رجل مهني واختصاص في مجال الطرق والجسور. زين. الشركات اللي تم عهيل عليها طبعا بكل تأكيد هي خضعت لمرحلة التأهيل الفني في الوزارة. نعم. وبالتالي تم اختيارها بناء على الأعمال المماثلة. السرعة اللي حدثت طبعا بكل تأكيد هي ما لها علاقة بجودة العمل، لكن ربما يتم ربط هذه الجزئية
إلى أن وزارة الإعمار والإسكان تنجز هذه المشاريع بسرعة، وبالتالي هذا على حساب النوعية، لا طبعا أبدا. طيب خلينا نشوف هذا الفيديو اللي حضرتك اللي قلناه، وهذا جوه جسر الشارجية. شوف حضرتك، يعني هذه هي الصور اللي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو بالتحديد. هاي جو الجسر بالضبط أستاذ استبرق. يعني هذه لا يفوت عليها سيارات مثلا حتى تكون ثقيلة. هاي جو الجسر. هذه تشوف هذه التخسفات حضرتك؟ مو تخسفات وإنما تباعد بين ايه، وهذا المواطن اللي ينتقده يجون يرفعون. هذول اكو ناس محتاج يرفع له كم وحده ويروح. واني ستي هي لم تكن لم تؤس يعني ما ادافع بصراحه يعني لا لست مدافع الى من يعني يهمه الامر. فحضرتك انه احنا يعني اليوم مخولين بالاجابه على هذا. لم تكن هاي متعرضه مثلا لعمل تخريبي او خلينا نقول او تصوير. يعني انا اذكر لك بجزئيه زي. اول ما بلشنا بمشاريع فك الاختناقات المروريه، يعرف الأستاذ عدنان أنه هل من المعقولة أن إحنا نسوي أو نكمل عملية انضاج الخرسانة وما يسمى بالكيورينج بالصوندة لو أما يتم إضافة مواد كيميائية تعمل على انضاجها؟ لا طبعا بكل تأكيد اليوم الوزارة دا تعمل وبكافة المشاريع وكما هو معهول يعني كما هو معمول به أن يتم إضافة مواد كيميائية كمعجلات إلى الخرسانة لغرض زيادة عملية التصلب دون الحاجة إلى رش. ناقلت ايضا بعض وسائل التواصل الاجتماعي للاسف بعض العمال ديرشون بالليل لازمين كانوا مالين احد القناني مال مي وديرش الدنقه مال الجسر. زين هل يعقل انه احنا يعني وزاره العمار والاسكان تكمل عمليه انضاج قطر عمود بقطر متر او اكثر متر من خلال ملء بطل مال مي؟ احنا بصراحه اليوم لا. بعض المشاريع دي تعرض للتخريب ويجري تصويرها، لكن هذا لا يعفي إن كان هنالك بعض الملاحظات في بعض المشاريع أن يتم معالجتها من بعد ما يتم استلام هذه المشاريع استلام أولي من قبل لجان مختصة في إدارة الطرق والجسور. أريد أوضح من خلالك أنه برنامج حصاد الأيام هو منبر للحكومة وللمواطن. يستقبل مناشدات، يستقبل استفهامات، استفسارات، وبنفس الوقت نستضيف الشخص المعني حتى يوضح ويجاوب. فأرجو أنه يعني حضرتك أعطيت الصورة الكاملة لهذه التساؤلات اللي شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي. أسمع وجهة نظرك أستاذ عدنان. أنا اللي أعرف معظم الشركات اللي دا تشتغل بالمشاريع فك الازدحامات شركات كفوة صراحة. نعم. مشتغلين معي سابقين ومنفذين، ويعني أمنحهم يعني هاي الشهادة يعني، والإسكان دققت جيدا في اختيارهم. الخلل اللي طلع يعني سببه اللي طلع سببه اولا المصمم عنده يعني هو يسوي كونسبت ديزاين يسموه تصميم اولي، بس التصميم التفصيلي تسويه الشركه. فالشركه مرات يعني مثل هذا جسر قرطبه الشغلات اللي قالها يعني هذا يسموه السموثنس، هذا هو المصمم يسوي مناسيب يعني، والمنفذ يتقيد بهذه المناسيب. نعم. ما يشتغل بكيفه، وبعدين لازم ينطي مقتربات الجسر مو أقل من 50 متر من نهايات العمل، يستمر من نفس على نفس المشروع. طيب. يعني هو أنا سمعت السيد الوزير حكاها قال يعني الأمانة على أساس تكمل ويانا مثلا جسر قرطبة على شارع بورسعيد. نعم. لكن هي مو بس هاي، حتى بالانحناءات ما مصممة سموث. يعني عبرت عليه مرة واحدة جسر قرطبة، واليوم يلا عبرت على جسر النسور. جسر النسور ممتاز جدا، وخاصة المفاصل اختيار نوعية ممتازة جدا وعمل ممتاز جدا. والشركات لا كفوءة وتمام يعني، والمهندسين المشرفين من الطرق والجسور كلهم اختصاص وكلهم تازين، هذولا يعني تلاميذي وكلهم يوميا يسألوني معظمهم والله. طيب والله أستاذ السبرق، خلينا نستثمر وياك الوقت وسألك عن ساحة عدن وساحة النسور، شو كنت تنتهي الأعمال بها إن شاء الله؟ والله بالنسبة لساحة عدن، مشروع ساحة عدن يتكون من 5 فقرات، إضافة 3 أنفاق، إضافة للمجسر اللي تم افتتاحه قبل أيام قلائل، إضافة النسور وتأهيل أيضا المجسر الآن المحاذي لمستشفى اليرموك. النفق أحد الأنفاق إن شاء الله سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة. نعم. فيما يخص ساحة النسور، أما فيما يخص تطوير ساحتي عدن وصنعاء فإن شاء الله
نتمكن من افتتاحها خلال الفترة الممتدة من شهر الثامن إلى شهر التاسع إن شاء الله. الحالي أيضا نجري العمل به خلال يعني على مدار 24 ساعة فيما يخص الحزمة الأولى، وهذا توجيه دولة رئيس الوزراء ومتابعة معالي الوزير على كل الجهود اللي حضركم تتفضلون بها. المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان السبرق العبيدي، شكرا جزيلا وحياك الله. أيضا خبير في الطرق والجسور عدنان المظلوم، حياكم الله. قبل لا ننتقل إلى الموجز خلينا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول مجزرة مواصي خان يونس لنتابع. إلى الموجز الخبري. السوداني يوجه بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة. المجلس الأعلى للشباب يعلن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية. وخلية الإعلام الأمني تعلن قتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية في بساتين العيط بمحافظة ديالى. الكهرباء تباشر بعشرين مشروعاً لفك الاختناقات بمحافظة الديوانية. والنزاهة تضبط ثمانية متهمين مع عجلاتهم في منفذ المنذرية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.